واحدة بتقول انا بنتك من اسيوط نجحت في الثانوية العامة وعايزة مصير في مدرستكم ادخل طب بشري ولا صيدلة؟ هو طبعا اللي يجي على مزاجك وتقولي فيه، واللي تفكري انه يجيب لك مستقبل تروح فيه، لكن انا افضل طب بشر. افضل ايه؟ طب بشر. ليه بقى؟ الصيدلة دراستها صعبة جدا مش سهلة، لانهم اصلا لما عملوا كلية الصيدلة كانوا يقصدوا ان الصيادلة يحضروا الدواء بنفسهم، كل دواء له قدر معين ووزن معين الى اخره، ده اللي كان موجود زمان. وانا فاكر ايامنا لما كان الطبيب الواحد يكشف عند الطبيب ويديله يعني روشتة علشان يطلع دواء، كان يكتب تفصيلات الدواء بالظبط، التركيبات بتاع الدواء بالظبط. ومع ان دلوقتي وجدت الأدوية الجاهزة والصيادلة ما يحتاجوش كتير التركيب دواء بنفسهم، لكن لا زالت الدراسة كما هي، لا زالت الدراسة كما هي، يعرفوا ايه مكونات الدواء وايه وزنه ومقداره. طبعا دي اهم علشان ما يحصلش انهم ياخدوا اي حاجة لها السايد افكت، لكن دراسة صعبة جدا، وتخرجي بعد كده ما تستخدميش الدراسة دي، تحط ايدك على الرف وتطلع دورة الدهب. فدراسة صعبة وما بتستخدميهاش فيما بعد. مش معنى كده ان الناس ما يخشوش الصيدلة يخشوا على كده، بس انا بقولك تخش الطب بشري احسن.